وخلال اجتماع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مع معالي السيد بيتر ماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تم التباحث حول التعاون بين مملكة البحرين واللجنة الدولية للصليب الأحمر وسبل تطوير هذا التعاون. وقد أشاد معالي وزير الخارجية بالدور الإنساني المهم للجنة الدولية للصليب الأحمر وجهودها البارزة والمقدرة في تقديم المساعدات وتخفيف المعاناة الإنسانية لأبناء الكثير من الشعوب الذين يعيشون في ظروف صعبة، مؤكدا معالي حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر فيما تقوم به من أنشطة وجهود إنسانية. من جانبه أعرب معالي رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن تقديره لحرص مملكة البحرين على العمل المشترك والتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والذي يعكس حرصها على كل ما فيه خير صالح شعوب جميع دول العالم وتقديم العون للشعوب المحتاجة ممن يعيشون في ظروف غير طبيعية.